رغم نفي النجم غادة عبد الرازق الاخبار اللي انتشرت مؤخرا عن جوازها في السر ونفيها كمان انها بتقضي شهر العسل مع جوزها في اوروبا، لكن اشاعه الجواز رجعت انتشرت تاني من فتره، وقال بعض الخبثاء ان الوسط الفني ان غادة عبد الرازق اتجوزت فعلا من المنتج الفني محمد بندق، واللي اشتغل معاه في مسلسل سيدة الاولى ومسلسل الكابوس. واكد الكلام ده بنسبه كبيره جدا ان في صور كتير على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيها غادة مع بندق.